السلام عليكم. السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله أول محاضرة في المنهج. هي ليكشر تو اللي هو ليكشر 1 زي ما احنا عايزين مقدمة ما فيهاش حاجة في المنهج. هنبدأ بقى في المنهج نبدأ ناخد مواضيع متقدمة في تحويل الطاقة. فخدنا مادة تحويل الطاقة في سنة ثالثة وخدنا فيها مواضيع كتير جدا بس مش كل المواضيع. فناخد بقى بقية المواضيع اللي ما خدناهاش قبل كده عشان المنهج يكون جديد كده وعارف كل التفاصيل بتاعة تحويل الطاقة. من المواضيع المهمة والجميلة يعني هو موضوع بتاع النهارده ده موضوع مهم ولذيذ كده وخفيف مش شديد. فهنبدا بيه الماده كده ان شاء الله اللي هو تايدال انرجي. تايدال انرجي احيانا بعض الناس بتقول تايد انرجي. عارفين الفرق بين تايد وتايدال؟ تايد اسمه تايد ده بتاع الزي. الله يبارك لك. يعني ايه الاسم والصفه؟ يعني انت قول تايد وانت قول تايدال. الصفه تايدال هو عايزين مننا جاوب صح. حد بقى يشرح لنا الاجابه الصح كده. ايوه جميل جميل صح كده. طيب طيب ترجمتها ايه؟ مد الجذر. طيب كلمه ترجمتها حاجتين مد جذر. لان الطيب عباره عن حاجتين لو طيب وهاي طيب كده. فالاثنين دول بيتقال عليهم مد والجذر بالعربي بيشمل ايه؟ الحالتين زي ما نشوف النهارده ان احنا عندنا حالتين. فتايد فيرسس تايدال مهم جدا تبقى عارف الفرق ما بينهم عشان تعرف تستخدم ازاي وتعبر ازاي بالمصطلحات دي. تايد زي ما كلكم قلتم ده عباره عن مسمى الاسم بتاع الظاهره الفينومينا التايد اللي هي المد والجذر الحدث اللي بيحصل ده تغير مستوى سطح الميه على مدار اليوم. ده كلمه تايد. كلمة تايدال اللي هو بنقولها وصف الحاجة الحاجة المرتبطة بالظاهرة دي زي مثلا الانرجي اللي هاخدها من الفعل ده او الباور او السيستم اللي هبنيه فاوصفه ان هو ده سيستم او انرجي بتاعة الايه؟ بتاعة الظاهرة دي اقول عليه تايدال انرجي تايدال باور او تايدال سيستم كده؟ فده برضه حتى في الاخر هو الملخص او الفرق ما بين كلمة تايد اللي هي ناون بوصف بيها الفعل نفسه او الحدث نفسه وتايدال اللي هو اوبجيكتيف بوصف بيه الايه؟ حاجة مرتبطة بيه زي الانرجي والكرنت والويف والباور واي حاجه مرتبطه. طيب المفهوم بتاع التايد ازاي بيحصل او ايه اللي بيخليه يحصل؟ ايه اللي بيخلي مستوى سطح الميه يتغير خلال اليوم؟ حد عارف؟ انا هنشرح بالتفصيل بس يعني ايه لا كتصور مبدئي عنده. اتفضل كده. الارض والقمر. الايه؟ الارض والقمر. بس؟ القمر الارض لما تيجي تمسك يعني جميل جاذبيه بين الارض والقمر بس لا ملوش دعوه بدرجه الحراره. طب هو انت قلت جزء من الاجابه حد يكمل حركه الدوران بتاع الارث يعني الحركه نفسها الدوران صح كده. بس في حاجه كمان لا ملوش دعوه بسرعه الرياح يعني في حاجات صح اتقالت وحاجات غلط اتقالت صح. جاذبيه بين الارض والقمر ودوران الارض حوالين نفسها غلط اتقال ان هو ليه علاقه بفرق درجات حراره او بسرعه الرياح ملوش دعوه الحاجتين دول ملوش دعوه خالص بمد وجذر. في حاجه كمان حتى ما تخصش الجاذبيه بالارض والشمس برضه ليها تاثير بس التاثير الاقوى لمين؟ للقمر. للقمر عشان كده المد والجذر مرتبط بالقمر. ازاي مع ان القمر اصغر من الشمس؟ اصغر بس ايه؟ اقرب. هو الجاذبيه اصلا بتعتمد على ايه؟ لما يكون عندي جسمين في بينهم قوه جاذبيه، قوه جاذبيه بين كتلتين بتعتمد على طرديا مع اصل ضرب الكتل وعكسيا مع مربع المسافه، مربع المسافه فتاثير المسافه اقوى تربيع تمام كده؟ فالقمر كتلته اصغر لكنه اقرب بفرق كبير جدا، فلما تربع المسافه دي تلاقي تاثيره اقوى. قوه الجاذبيه بين الارض والقمر اقوى منها بين الارض والشمس تمام كده؟ طيب تعال نشوف بقى الحاجات دي بتحصل ازاي؟ الظاهره دي اللي هي موضوع التايد دي او فرق ارتفاع مستوى الميه جاي من ان عندي هنمثل كده الميه حوالين الارض عندي كوره سوليد وحواليها حلقه من او طبقه من الميه تمام؟ نتيجه القوه الجاذبيه دي اللي هنشوف ازاي بتحصل ما بين الارض والقمر والارض والشمس واثناء دوران الارض حوالين نفسها بيحصل ان مستوى الميه بينحسر عند القطبين او عند نقطتين
وبينتشر عند نقطتين تانيين اثناء دوران الارض حوالين نفسها. فبيكون عندي نقطتين او ناحيتين مستوى المياه فيهم عالي وناحيتين تانيين مستوى المياه فيهم اقل. والارض لما تلف وانا بلف كده مستوى المياه او ناحيه مستوى المياه ده بيكون ناحيه القمر، الناحيه العاليه دي بتكون الناحيه اللي فيها ايه اللاين الواصل ما بين الارض والقمر زي ما هنشوف دلوقتي، لسه هنشوف ده بالتفصيل وهتوضح معانا بالتفصيل كده. فالارض وهي بتلف ايه اللي بيحصل؟ اوقات او انا واقف مكان ما على الارض في وقت خلال اليوم هكون مستوى المياه عالي، وقت تاني هكون مستوى المياه قليل اثناء دوران الارض ده. تعالوا نشوف ده اكتر، ركز كده في الفيديو ده. عايز تركز في حاجتين، مستوى المياه والوقت خلال اليوم. ركز، طب المياه كان بيعلى وبعدين بينزل. حد خد باله من الوقت على مدار اليوم الارتفاع والانخفاض حصل امتى؟ حد يرفع ايده ويقول لي الفيديو بدا امتى في اليوم؟ المياه ارتفعت ووصلت للذروه امتى؟ وبعدين بدات تنخفض ووصلت للقاع امتى؟ بدانا اليوم كان قليل، كان منسوب المياه قليل وبدا يعلى لحد ما وصل ماكسيمم امتى؟ في منتصف اليوم. بدا يقل لحد وقت ايه؟ هو مش اليوم، هنوضح اللي هو او اكثر دقه الفتره اللي هو اللي ظهرت في الفيديو دي مش اليوم، اليوم عباره عن 24 ساعه في نهار وفي ليل تمام كده. فالفتره اللي ظهرت دي اللي هو ايه؟ نص اليوم اللي هو النهار كده. طيب يعني احنا بدانا نرجع كده، بص كده احنا بنبدا لسه الشروق، الميه قليله تمشي في الميه، بدات الميه تزيد والنهار عمال دلوقتي عمال يعدي. شوف النهار عمال يزيد ازاي، الربع المنتصف اليوم او منتصف النهار وقت الظهيره كده وصلنا من الظهر للعصر كده، بقى نوصل للذروه. الدنيا بدات تضلم شويه تاني بعد العصر، الدنيا ايه بدات تضلم والميه بدات تنزل لحد ما تنزل تاني والدنيا تضلم، يبقى ايه دخلنا على المغربيه بقى تمام كده. ده نص يوم. يعني انا دلوقتي عندي قاعين وبيك، احنا شفنا في الفيديو قاعين وبيك، يبقى اليوم بيكون في كام ارتفاع وانخفاض للميه على مدار اليوم؟ ثلاثة. بيرتفع مرة حد يرفع ايده ويقول، مش عايز اسمع حاجات كده مش عارف امسكها. ها قول. ارتفاع وانخفاض واحد، غلط. 2 و2 اللي هما ازاي بقى؟ 12 عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ اللي ظاهر في الفيديو النهار بس قاعين وقمة واحدة. في قمه ثانيه ما جاتش في الفيديو اللي هي تحصل بالليل، ما هي دوره سايكل تمام كده. الميه بتفضل تطلع وتنزل على ايه؟ على مدار اليوم. احنا شفنا من بدايه اليوم الساعه 6 الصبح مثلا كان ايه؟ ما كانش فيه ميه في الليل صح؟ بدات تزيد لحد نقول مجازا 12 وصلت لليه؟ للقمه، وقعدت تنزل ثاني لحد 6 المغرب ما بقاش فيه ميه. طب من 6 ل 12 ايه اللي حصل؟ من 6 ل 6 ثاني بالليل خلال الليل ايه اللي حصل؟ هل الميه فضلت كده واقفه لحد ما يطلع بالنهار؟ الموضوع مش معتمد على الشمس، معتمد على على القمر، يعني خلال اليوم حركه خلال اليوم يعني كده. فاكيد الميه اللي نزلت في اخر الفيديو اللي هو المغرب ده طلعت تاني وفضلت تطلع لحد الماكسيمم في نص الليل، وبعدين نزلت تاني لحد ما وصلت لمينيمم تاني مع بدايه اليوم. يبقى انا عندي في خلال على مدار اليوم قاعين وقمتين على مدار اليوم، وكل يوم كل يوم ده بيحصل. وصلت الفكره؟ لسه هيوضح معانا الموضوع اكتر. القمر مش هو اللي بيلف، في حالتنا دي احنا بندرس الارض وهي بتلف حوالين نفسها. ها؟ لسه ما بدأناش اصلا. ركزوا معايا يا شباب. دوران الارض والقمر والشمس، حركة الارض والقمر والشمس. مين فيهم بيتحرك ومين ثابت؟ الشمس. استنى انا عايز اسمع جملة واحدة هي اللي صح مفيش غيرها. كله بيتحرك. كله بيتحرك بس كده. تمام كده؟ مش حد يقول ايه؟ في حد حاجه بتتحرك وحاجه ثابته. نسبيا احنا بنقول ان الشمس واقفه في مكانها والارض بالقمر بيلف حواليها. لكن الشمس برضه بتتحرك، لكن نسبيا نقدر نقول ان الشمس واقفه في مكانها
والارض والقمر بيلفوا حواليها تمام كده. اثناء دوران الارض والقمر مع بعض حوالين الشمس هما مع بعض اللي بيحصل ها الارض ها ثابته ولا بتتحرك؟ لا بتلف حوالين نفسها. بتلف حوالين نفسها غير حركتها حوالين الشمس. خلي بالك الارض بتتحرك حركتين، حركه دورانيه حوالين الشمس وحركه دورانيه ايه حوالين محورها في نفس الوقت طول الوقت تمام كده. طب والقمر بيلف حوالين الارض وحوالين نفسه برضه، حركه القمر حوالين نفسه دي ما تهمناش في حاجه وهو بيلف حوالين الارض، الارض بتعمل ايه؟ بتلف برضه حوالين نفسها تمام كده. ففي حركه نسبيه ما بينهم هما الاثنين. على مدار اليوم نقدر نعتبر ان في لحظه ما في يوم ما القمر واخد وضع معين والارض بتلف لفه حوالين نفسها وهو واقف مكانه تقريبا بشكل مجازي كده. يعني في يوم واحد خلال يوم واحد اقدر اقرب الموضوع للتبسيط ان كان القمر هو اللي واقف والارض بتلف لفه حوالين نفسها. هي ال 24 ساعه معناها ايه؟ لفه ان الارض لفت لفه حوالين نفسها صح ولا ايه؟ وهي والقمر واخدين موضع ما بالنسبه للشمس، وعلى مدار السنه كل يوم بيبقوا في موضع جديد بالنسبه للشمس صح كده. كذلك موضع القمر بالنسبه للارض بيتغير امتى؟ على مدار ايه؟ اليوم ولا السنه؟ السنه الشهر. ركزوا معايا الناس بدات تنام. بصوا في مشكله في حاجتين، اولا موضوع المحاضره المتاخر، ثانيا في الاضاءه. الاضاءه معموله بالطول يعني عشان تنور يا اما كله ده الورق بالطول كده يا اما نطفي كله. طبعا احنا عايزين نطفي قدام عشان الصوره توضح وننور ورا عشان الناس ما تنامش. خلينا نجرب نسيب النور طالع كده ونشوف الدنيا هتوقف ولا لا عشان الناس بس ما تنامش، بس تفوق ركزوا معايا. حركه ها ايه نعمل ايه؟ خلينا بس نشوف الوقت. ركزوا بس معايا، نرجع تاني ركاب كده للموضوع الايه، حركه الارض والقمر والشمس. هنعتبر مجازا ان الشمس واقفه في مكانها، ما تهمناش حركتها في حاجه تمام كده. الشمس واقفه في مكانها، الارض مع القمر كده ماسكين في بعض وبيلف حوالين الشمس. موقعهم موقع الارض والقمر بالنسبه للشمس بيتغير على مدار السنه كل يوم في مكان. فاقدر اقول ان خلال اليوم الواحد تقريبا الارض والقمر بالنسبه للشمس واخدين موضع ما وبياخد موضع جديد اليوم اللي بعده وهكذا. هو بيتحرك على مدار اللحظه يعني لحظيا مكانهم بيتغير، بس اقدر اقول تقريبا كل يوم هم في مكان في بوزيشن ما. ماشي، للتقريب وللتبسيط وللتخيل تمام كده يا شباب. طيب خلال دوران الارض بتلف حوالين نفسها بتلف لفه حوالين نفسها كل 24 ساعه تقريبا برضه 24 ساعة تقريبا تمام كده؟ طيب وهي بتلف حوالين نفسها كده، هي اللي بتلف حوالين نفسها، هي موقعها بالنسبة للشمس خلال اليوم تقريبا احنا قلنا ايه؟ طب بالنسبة للقمر؟ تقريبا ثابت، تقريبا ثابت، هو في تغيير بسيط كده بياخده جنب كده بس تقريبا هنقول ان هو ثابت. القمر بقى بالنسبة للأرض بيلف حواليها صح؟ وبيلف حوالين نفسه بس ما ليش دعوة بحركة القمر نفسه. القمر هنعتبره ثابت ما بيلفش، بس ايه؟ البوزيشن بتاعه بيتغير حوالين الارض، بيتغير كل قد ايه؟ على مدار الشهر. يعني نقدر نقول تقريبا كل يوم القمر بالنسبه للارض واخد وضع معين تقريبا تمام كده. اليوم هناخد سبوت معينه كده وبيتغير كل ايه؟ على مدار الشهر. نعم ده للتبسيط، عشان مبسطين الدنيا. فاحنا التغير ده، التغير في مستوى سطح الميه بيحصل نتيجه دوران مين؟ القمر حوالين الارض. هو مش بيحصل على مدار اليوم؟ اه. دوران الارض حوالين نفسها. يبقى تغير المد والجذب بيحصل نتيجه دوران الارض حوالين نفسها بالنسبه للقمر. ده للتبسيط. الموضوع هيوضح اكتر مع الفيديوهات. يعني انت يا دكتور بتغير كل يوم. بيتغير كل يوم وهنشوف ان شاء الله، وهيظهر معانا حاجه اسمها السبرينج والنيب، مهمين جدا هم في الامتحان. زميلكم هو اللي حط الصوره. ركزوا معايا. ها الدنيا واقفه كده ولا ايه؟ ولا ما فيش؟
كده. بص كده على مستوى سطح الميه، اي حد هيروح اي شط ساحل ولا زنزانه ولا اي كان ويقعد فيه من الصبح لحد العصر كده، هلاحظ ان مستوى الميه مستوى سطح البحر بيتغير على مدار اليوم. على مدار اليوم هتلاقي بيزيد، يعني الصبح كده لو رحت هتلاقي الميه بعيده، تقعد بالكرسي كل شويه تلاقي الميه عماله بتقرب لك لحد الدور كده تلاقي الميه جايه تحت رجلك، يعني كده لحد ايه ما تدخل على العصر كده، بعد العصر تلاقي الميه بتسيبك وتمشي تاني. فعلى مدار اليوم الميه مستوى الميه بيطلع وينزل مرتين، نتيجه مين؟ نتيجه ايه يا شباب؟ حركة الأرض حوالين نفسها بالنسبة للقمر نسبيا في اليوم. هنقول للتبسيط إن القمر واقف في مكان والأرض بتلف حوالين نفسها لفة، تمام كده؟ طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ عندي جاذبية ما بين الأرض والقمر وجاذبية ما بين الشمس والأرض، تمام؟ الأرض والقمر بيلف حوالين الشمس والقمر بيلف حوالين الارض والارض بتلف حوالين نفسها، ده اللي احنا شرحناه، يعني نسبيا خلال اليوم اقدر اقول القمر واقف والارض بتلف حوالين نفسها لفه. ده للتبسيط خلال اليوم هنتخيل كده القمر واقف في مكانه كده والارض هي اللي بتلف حوالين نفسها لفه، تمام كده؟ اثناء الدوران ده ايه اللي بيحصل؟ الميه بتنجذب للقمر، الميه بتنجذب للقمر والارض برده بتنجذب للقمر كده؟ بس الميه لانها اقرب للقمر فتنجذب له بايه؟ بقوه اكبر، او قوه الجاذبيه اللي بتاثر على الميه بتكون اكبر من الميه اللي هي ايه؟ الارض اللي هي ابعد، فالميه بتنجذب بشكل اكبر، فمستوى الميه اللي ناحيه القمر بيتشد ناحيه القمر كده يبقى مستواه عالي، على حساب مين؟ مستوى الميه لو قلنا في الاول كان ثابت على مدار الارض، لما تشد شويه ناحيه القمر هي الزياده في ناحيه القمر هتيجي على حساب مين؟ نقصان من فوق وتحت. نقصان من فوق وتحت، بس خلي بالك احنا قلنا عندنا مستويين مش مستوى واحد، يعني الميه مش بتبقى هنا بس هناك كمان، ده بتبقى هنا برضه، يعني عندي تو بيكس تو ايه؟ قطاعين برضه، تمام كده؟ الناحيه دي بيكون فيها عالي والناحيه دي عالي برضه، والناحيتين دول مضبوطين بالشكل ده، تمام؟ حد يفسر لي كده ليه الناحيه الثانيه بتكون عالي برضه؟ يعني بناء على الشرح اللي احنا قلناه الميه المفروض تكون عاليه في الناحيه دي بس ليه يكون عالي برضه الناحيه الثانيه؟ لا عشان ايه؟ ها؟ حد يفكر فيها كده؟ لا لسه ما جيناش في تاثير الشمس، الشمس ليها تاثير بس هي لسه هنشوف دلوقتي، خلينا دلوقتي في تاثير القمر لوحده مع الارض. ده برضه بدايه الفيديو ده بيوضح موضوع الايه؟ المد والجذب. خلي بالك الميه دي، الميه دي ايه اللي بيخليها تزيد وتقل؟ يعني الميه دي فين؟ الميه دي بتاعت ايه؟ دي ميه ايه؟ ميه يعني بسين ده ولا ايه؟ محيط متصل بايه ده؟ بالمحيط، يعني موصل للمحيط مش حاجه مقفوله، اللي بيخليه يطلع وينزل كده ان هو موصل بالمحيط، متصل بالمحيط، بس هو سطح الميه في المحيط هو اللي بيتغير وبيأثر على الشكل ده. تعال بقى نشوف كده ايه اللي بيحصل ويخلي في عندي تو بيكس. ركز معايا، هنفترض مبدئيا، ركز معايا، هنفترض مبدئيا مستوى سطح الميه ثابت حوالين الارض، كان في حزام ميه حوالين الارض ومستوى ثابت في قمر اهو، تمام كده؟ ده منظور من فوق، ده منظور من فوق مش من جنب، يعني ايه؟ يعني هنا القطب في النص، مش قطب فوق وقطب تحت، مش شمال فوق وشمال تحت، لا القطب في النص. ركز معايا، نتيجه الجاذبيه فين؟ القمر والارض عندي ثلاث نقط، النقطه القريبه قوي، ركز معايا، النقطه القريبه قوي من القمر نسميها نقطه ايه؟ ومركز الارض هنسميه بي، والنقطه البعيده خالص هنسميها سي. نتيجه الجاذبيه بين القمر والنقطه ايه اللي هو شويه المايه القريبين منها، المايه دي هتقرب وتتشد للايه؟ للقمر. يبقى عندي اول بي. بص كده الارض وهي بتلف حوالين نفسها وانا واقف في مكاني وقاعد على الكرسي على الشط، ايه اللي بيحصل؟ ها؟ الميه تحت رجلي بيحصل لها ايه؟ بتزيد وتقل، بتزيد وتقل ازاي؟ هي اصلا بالنسبه للقمر واخده وضع معين. الارض نتيجه ان هي بتلف الميه واخده وضع معين بمستويات بمستويات معينه، وانا بتحرك البوزيشن بتاعي بيتحرك من الناحيه اللي مستوى الميه فيها يكون قليل للناحيه اللي المستوى فيها عالي. تمام كده؟ طيب مش ده الوضع الحقيقي، الوضع الحقيقي ايه؟ اللي بيكون عندي تو بيكس، يعني في بيك من ناحيه القمر وبيك من الناحيه الثانيه. بتيجي ازاي البيك الثانيه دي؟ زي ما قلنا
هنبسط الموضوع ان احنا عندنا A و B و C. كده الايه اللي وشبك الميه اللي ناحيه الايه القمر هيتشدوا باكبر جاذبيه ممكنه. ليه؟ لان هم الاقرب. كل ما يكون حاجه اقرب كل ما قوه الجاذبيه تبقى اكبر. تمام كده؟ يبقى الايه هتتشد بقوه جاذبيه عاليه، البي هتتشد برضه بس بقوه جاذبيه اقل. تمام كده؟ اذا مستوى الميه هنا هيبقى بالنسبه لمستوى الميه هنا اعلى ولا اقل؟ اعلى. يبقى مستوى الميه هنا هيبقى اعلى من مستوى الميه هنا. نفس الكلام الميه هنا هيحصل لها ايه برضه؟ هتتشد برضه لكن بقوه جاذبيه اقل. لو 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 السي كان انجذب للقمر بنفس قوه الجاذبيه كان هيحصل ايه؟ كله هيروح. ما كانش هيحصل ايه ده؟ الميه دي جت وده اترحب بنفس المقدار وده اترحب بنفس المقدار يبقى كله مشي بنفس المقدار. اللي عمل الفرق ايه يا شباب؟ الحركه النسبيه. الفرق في الجاذبيه ده. فرق الجاذبيه ده هو اللي عمل الفرق. طب الزياده ومستوى الميه هنا وهنا هتيجي على حساب مين؟ الميه هنا. يبقى انا عندي على مدار اليوم في 2 بيكس تو ايه؟ قاعين في قمتين وقاعين والارض بتلف حوالين نفسها على مدار اليوم. خلي بالك ده على مدار اليوم. على مدار اليوم مرتين في هاي تايد ولو تايد اللي احنا بنقول عليهم بالعربي ايه؟ مد وجذب. المد والجذب. المد الميه تزيد والجذب الميه ايه؟ تنحسر بتقل. تمام كده؟ يبقى التايد هو الظاهره دي بالحالتين دول. المد على مدار اليوم في اثنين مد واثنين جذب كل يوم. مش قد بعض لكن في اهم حاجه بالنسبه لي ان في 2 ماي و2 لو في 2 مد و2 الشق اللي ليه او النهار على حسب وضع الارض بالنسبه للقمر والشمس. نعم جميل ماشي. لا مش بالشكل اللي انت شايفه. الشكل اللي انت متخيله هو على مدار السنه او على مدار اليوم بيبقى واخد وضع معين نتيجه الجاذبيه ما بين الارض والقمر والشمس واخدين وضع معين. بس يعني اللي حصل للميه مستوى الميه نتيجه فرق الجاذبيه ده واخد وضع معين وسيبت عليه وخد المسار اللي هو مش المسار اللي هو بيتحرك فيه ده الميه. يبقى في فرق بس الفرق ده بسيط. وساعات بيبقى بالليل وساعات بيبقى بالنهار على حسب وضع الارض بالنسبه للشمس لان ساعات بيبقى الارض هنا والشمس هنا. لو لفيت الناحيه الثانيه الموضوع هيبقى مش هتفرق الاثنين قريبين لبعض الفرق ده مش هيهمنا في حاجه. اللي يهمني الفرق ما بين ايه؟ الهاي تايد واللو تايد. ركز مع بعض. ركزوا معايا. اتفضل. بص يا حبيبي ده للتبسيط. ده للتبسيط. يعني ايه؟ حصل هنا لبس عند اثنين من الزملاء. حد قال لي القمر لما يشد الارض ما هو كده هيحركها من مسارها اللي هي بتتحرك فيه. واحد قال واحد تاني بيقول ايه؟ هو ايه اللي يخلي الارض هي اللي تروح ناحيه القمر؟ ما القمر هو اللي يجي. بص هما مش الارض واقفه والقمر قام شاددها وحركها وحرك الميه. هو نتيجه وجود الارض والقمر والشمس مع بعض في وضع ما على مدار السنين كلها خدوا وضع معين. اللي هم وصلوا ليه اللي احنا بنقربه ليه التبسيط بالشكل ده اللي هو ايه بي وسي وان الميه اتحركت والارض اتحركت والميه اتحركت. لا هم واخدين الوضع ده في حاله التوابل ده. يعني ده مش بيحصل وهم ماشيين يعني الارض مش شويه ماشيه كده بتلاقي القمر مشددها تقوم متحركه ناحيته شويه كده. لا مش ده اللي بيحصل. هي متحركه او واخدين وضع ما معين والميه واخده وضع معين على مدار السنه. الارض بس هي الفكره اللي بيعمل مد والجذر ايه؟ ان الارض بتلف حوالين نفسها. ان الارض بتلف حوالين نفسها. لو الارض ما بتلفش كان مستوى الميه في كل نقطه على سطح الارض هيفضل ثابت. في اماكن مستوى الميه عالي واماكن مستوى الميه اقل. تمام كده؟ اللي بيخلي مستوى الميه يتغير في نفس النقطه ان الارض بتلف حوالين نفسها. وصلت الفكره؟ مش قوي. مش لازم تيجي من اول مره. ممكن لما تروح تشوف الفيديوهات تاني تلاحظ ان الفيديو انا حاطط لك الفيديو والسلايد اللي تحته لينك تضغط على اللينك ومديك على ايه؟ على الفيديو. شوف الفيديو كذا مره كده والفيديو على فكره معاه شرح برضه. ممكن الدنيا توضحها شويه. خلينا بس نخش على تاثير الشمس. احنا كده عمالين نتكلم ارض وقمر كان ما فيش شمس. طب تاثير الشمس ايه؟ ركز معايا. عندي دلوقتي وضع الارض والقمر بالنسبه للشمس على مدار السنه في حالتين مميزين. حالتين مميزين وبناخد ما بينهم وبنتحرك ما بينهم.
في تو بيكس كده اللي هما ايه؟ لما يكون الارض والقمر والشمس على مستوى واحد بغض النظر انا بالنهار او بالليل يعني كده؟ لان الارض بتلف حوالين نفسها فخلال اليوم اليوم اللي هو ده يوم ده يوم وده يوم يعني كده؟ فخلال اليوم ده انا عدى عليا نهار وليل وانا في نفس الوضع ده تاني ده نبدا بالنيومون النيومون اللي هو ايه يا شباب اول الشهر اللي هو لسه مسلم من اخر الشهر اللي قبله يعني اللي هو ايه الانتقال من شهر للتاني مفيش قمر ليه مفيش قمر القمر بين الايه الشمس والارض فالناحيه اللي هي بتبقى منوره في القمر اللي هي مواجهه للشمس والناحيه الثانيه بتبقى مواجهه لينا مفيش اشعاع سقط عليها ينعكس علينا يبان لنا ان القمر منور فبيبان لنا القمر ايه مش منور اصلا القمر ايه جسم معتم اصلا اللي احنا بنشوفه منور ده نتيجه ايه ليه بنشوف القمر منور انعكاس ضوء اشعه الشمس عليه تمام كده فلما يبقى القمر ما بيننا وما بين الشمس فكل الاشعه مسقطه عليه ينعكس الناحيه الثانيه فبنشوف في حاجه منوره تمام كده كده احنا بنبدا الشهر بالشكل ده ده بدايه الشهر لما يكون عندي في النيومون بالشكل ده تمام كده الارض والقمر والشمس على استقامه واحده والقمر ما بينهم او ان الثلاثه على استقامه واحده ده يوم ثاني خلي بالك ده يوم ثاني اللي هو فول مون ان انا ابقى شايف القمر بشكل كامل بدر المنور ده يبقى القمر مواجه للشمس والوجه اللي هو مواجه للشمس ده انا شايفه بشكل كامل فبشوف الايه القمر منور بشكل كامل هو انا بشوف ايه ان كل القمر منعكس عليه اشعه جايله بس في الناحيه الثانيه من القمر اصلا مش منعكس عليها اي شمس فمش منور تمام كده ده يوم تاني اليوم ده زي اليوم ده بالنسبه للوضع الايه المد والجزر ركز معايا بيكون عندي القمر الجاذبيه بين القمر والارض الاثنين القمر بيشد الميه في ناحيه والشمس برضه بتاسرع ميه وتشدها في نفس الناحيه تاني سواء في النيو مون او الفول مون لما يكون القمر والارض والشمس على نفس المستوى على نفس الميه القمر والشمس بيأثروا على الميه ويشدوها في اي ناحيه في نفس الناحيه فبيكون مستوى الميه اعلى ما يمكن البي يكون عالي على مدار السنه طب لما يجي في وقت حاجه اسمها السيرد كوارتر او الفيرست كوارتر لما يكون انا عاملين زاويه 90 بالشكل ده ده او ده هنا القمر هيبقى مواجه للشمس بالشكل ده ده النص المنور والنص الثاني غير المنور اللي هو المظلم ده انا لما ببص عليه بشوف ايه نص منور ونص مش منور نص بس هو اللي منور تمام كده او العكس الناحيه الثانيه ده يتعاكسوا الاثنين مع بعض بالشكل ده في الحالتين دول ايه اللي بيحصل القمر بيشد في ناحيه والشمس بتشد في الناحيه المعاكسه فايه اللي يحصل ركز معايا هنا كده بصوا كده على مستوى الميه ده اللي هو العالي ومستوى الميه ده اللي هو قليل اللي هو القطاي تمام كده ومستوى الميه ده قارن العالي هنا كده اللي هو الهاي ده بالهاي ده واللو ده باللو ده الفرق ما بين الاثنين ان اللو لما يكونوا ايه لاين اللي هو في حاله النيو مون او الفول مون بيكون المد اعلى ما يمكن الهاي تايد بيكون اعلى ما يمكن على مدار السنه واللو تايد اللي هو الجزر ممكن نقول اقصى ما يمكن اللي هو اقصى ما يمكن في الانخفاض ما هو لو هو اقصى انخفاض ممكن على مدار السنه تمام كده اللي هو اقل مستوى ممكن لسطح الميه ده في حاله الايه الفول مون والنيو مون ركز معايا في الحته دي ده برده سؤال هيجي لك في الامتحان صح ولا غلط اختياري ايا كان فركز في موضوع النيو مون والفول مون والفيرست كوارتر والسكند كوارتر وموضوع الهاي تايد واللو تايد امتى بيبقى عالي وامتى بيبقى قليل يبقى احنا عندنا على مدار اليوم في اثنين هاي تايد واثنين لو تايد تمام كده على مدار الشهر بيكون عندنا حالتين حاله اللي هي بيكون اقصى ما يمكن للهاي تايد واقصى ما يمكن للو تايد اللي هي بتكون نيو مون او فول مون
نيو مون او فول مون، ده بيكون اقصى ما يمكن سواء هاي تايد او لو تايد. وحاله ثانيه اللي هي الثيرد كوارتر او الفيرست كوارتر، لما نعمل زاويه 90 ما بين القمر والارض والشمس، ده بيكون الهاي تايد اقل ما يمكن واللو تايد ها اعلى ما يمكن. اللو تايد نفسه اعلى ما يمكن ارتفاع. تمام كده يا شباب، وصلت الفكره دي؟ هي نفس الفكره اللي هي بتاعت ايه؟ الجاذبيه. فكره الجاذبيه انت بتقول هنا ان مثلا ده المفروض يكون مختلف عنها. هو لما يكون هنا ال دي مثلا، خد الفول مون، القمر هيشد والشمس هتشد. تمام كده؟ فيعمل حتى الارتفاع في الحالتين دول. طيب لما يكون الناحيه دي الاثنين هيشدوا، يحصل فاكر انت الاي والبي والسي؟ شد الميه وشد الارض وشد الميه، هيعمل برضه نفس الفرق انت تقريبا. تمام كده؟ مش نفس الفرق بالظبط بس تقريبا نفس الفرق. اقصى ما يمكن اللي هو الهاي، اقصى ما يمكن كهاي، واللو اقصى ما يمكن كلو، يعني اقصى اقصى من الفار ممكن. الشهر ده هيسلم الشهر اللي بعده، فالنيو مون ده نيو مون لشهر تاني.
كده في النيو مون، وبعدين لما اخلص هوصل للنيو مون تاني شهر ابدا من شهر جديد، فالبدايه هي نفس النهايه تمام كده. فالنيو مون سواء ده او ده والفول مون ايه اللي بيحصل؟ التغير بيكون اكبر ما يمكن، التغير بيكون اكبر ما يمكن. طيب في الفيرست كوارتر او السيرد كوارتر التغير بيكون اقل ما يمكن تمام كده. طيب بنقول ايه على الحاله اللي هي اكبر ما يمكن دي اللي هو النيو مون ده او ده والفول مون؟ بنقول عليها سبرينج تايب. سبرينج تايب سبرينج تايب. عندي كام سبرينج تايب في الشهر؟ ثلاثة اثنين واحد اثنين. ده سبرينج تايب بتاع الشهر اللي انا ببدأه ده ماشي، هيعدي على سبرينج تايب في النص وبعدين اروح ابدا شهر دي بالسبرينج تايب دي. دي بتاعت الشهر اللي لسه قايل. وصلت؟ يبقى عندي في الشهر كام سبرينج تايب؟ السبرينج تايب ده اللي هو ايه؟ اكبر تغير اللي هو بيحصل عند ايه او عند ايه او ايه؟ النيو مون او فول مون كده؟ طيب وانا ماشي كده اللي هو عند الفيرست كوارتر او السيرد كوارتر بيكون التغير في ارتفاع الميه اقل ما يمكن. ده بنقول عليه نيب تايب. نيب تايب كلمه لاتينيه معناها مين؟ سبرينج هنا مش اللي هو ربيع، سبرينج اللي هو ايه؟ سترونج اللي هو قوي تمام كده؟ فهنا سبرينج تايب تفتكرها بايه؟ سترونج تايب. سبرينج تايب اللي هو سترونج تايب بيحصل امتى؟ نيو مون او فول مون. فول مون تمام كده؟ ده سؤال في الامتحان هو نفس السؤال اللي فات. ركز معايا. السبرينج اللي هو السترونج ده بيحصل امتى؟ نيو مون وفول مون. بيحصل لما يكون وضع الارض والشمس عاملين ازاي؟ والقمر؟ ايه اللايت؟ هو ده نفس السؤال، هو سؤال هيجي في الحته دي. ماشي؟ لما يكون الارض والقمر والشمس على نفس اللايت كده سواء بغض النظر القمر بين الارض والشمس او الارض هي اللي ما بين القمر والشمس. اللي هو النيو مون والفول مون. بيكون عندي حاجه اسمها ايه؟ سبرينج تايد. المقصود بالسبرينج تايد اللي هو ايه؟ سترونج تايد. تمام كده؟ طيب في حاله الفيرست كوارتر والثيرد كوارتر اللي هم ايه؟ كوضع الارض والشمس والقمر زاويه 90. هذا الارض والشمس، الارض القمر اللي فوق الارض يا تحت الايه؟ الارض. وصلت الفكره؟ تمام؟ ده بيكون عندي حاجه اسمها النيب تايد. النيب تايد اللي هو ايه؟ الويك تايد اللي هو التغير في الارتفاع اقل من كده. من كده؟ طيب في هنا حته ممكن تلخبط. احنا قلنا حاجتين هاي تايد ولو تايد، سبرينج تايد ونيب تايد. مين مركز يقول لي الفرق ما بين دول ودول؟ هاي تايد ولو تايد، سبرينج تايد وليب تايد. جميل جميل. ايه تاني ممكن انت قلتيها صح؟ حد يقولها بشكل اخر لازم انت جاوبت صح. جميل برضه جاوبت صح. ايه الفرق ما بين الهاي تايد واللو تايد والسبرينج تايد والنيب تايد؟ الهاي تايد واللو تايد بيحصلوا مرتين كل يوم، يعني كل يوم في هاي تايد ولو تايد مرتين، كل واحد منهم بيحصل مرتين كل يوم. طب السبرينج تايد والنيب تايد بيحصل كل شهر على مدار الشهر في مرتين، اثنين سبرينج واثنين نيب. عشان دي برضه ايه؟ يعني السؤال هيجي لكم في المنطقه دي. اللي فاهم التركيبه دي ولا ما بيجاوبش؟ نقول تاني كملخص كده للموضوع. عندي هاي تايد ولو تايد. الهاي تايد واللو تايد اللي هم ايه؟ المد والجذب على مدار اليوم. اليوم بيحصل على مدار اليوم نتيجه حركه الارض حوالين نفسها. الارض حوالين نفسها على اعتبار نسبيا او تقريبا ان القمر واخد بوزيشن معين بالنسبه للارض في اليوم ده تمام كده. ده الهاي تايد واللو تايد، وبيحصل كل واحد منهم بيحصل مرتين في اليوم، في اليوم الواحد. طب السبرينج تايد والنيب تايد بيحصل مرتين في الشهر. ها؟ بيحصل كل واحد منهم بيحصل مرتين على مدار الشهر، وبيحصلوا نتيجه ايه؟ ليه عندي سبرينج ونيب؟ نتيجه البوزيشن بتاع الارض والشمس، الشمس والارض والقمر. لو الثلاثه على خط واحد بغض النظر نيو مون او فول مون، بغض النظر القمر فين سبرينج تايد، لو الثلاثه على خط واحد يبقى ده السبرينج تايد اللي هو السترونج تايد. لو عاملين زاويه 90 بغض النظر القمر فين تحت او فوق اللي هو فيرست والثيرد، ده بيكون عندي اللي هو الايه؟ النيب. النيب تايب. وصلت الفكره؟ والسبرينج تايب جواه هاي تايب ولو تايب، والنيب تايب جواه هاي تايب ولو تايب. مين اكبر؟ السبرينج. الهاي تايب بتاع مين اكبر؟ بتاع السبرينج ولا بتاع السبرينج؟
على السبرينج. طب الدنيا واضحه ولا ايه؟ ايوه تمام كده. طيب ده سؤال، هو سؤال نظري كده. هو الموضوع ده الشابتر بتاع النهارده ده والمحاضره بتاع النهارده عليهم سؤالين نظري ومساله. السؤالين النظري سؤال منهم هيجي في المتر وسؤال في الفاينل، والمساله هتيجي لك في المتر يا في الفاينل. ده سؤال نظري، حته نظري كده، حتى النظري دي ده سؤال نظري اللي هو موضوع النيب والسبرينج والهاي واللو. ماشي المساله في الاخر ان شاء الله. ده الشهر الجاي ما انا قلت اثنين اللي انت قلت بره. زميلنا هنا بيقول ايه؟ المفروض ان احنا عندنا اثنين سبرينج مش ثلاثه بس، واحد اثنين ثلاثه. ها بس ركز، انا عندي سبرينج ده بتاع بدايه الشهر، وده نيب الاولاني في الشهر، ده السبرينج الثاني في الشهر، ده النيب الثاني في الشهر. السبرينج ده مالوش دعوه بالشهر ده السبرينج اللي واقف في الشهر الجاي هيبدا يعد مع الشهر الجاي، لان لو حسبت من اجي الشهر الجاي الاقي في ايه؟ في نيب وبعدين سبرينج وبعدين نيب. فين السبرينج الاول؟ ما فيش. تمام كده؟ فده بتاع الشهر الجاي. نشوف الفيديو ده مع بعض اللي بيوضح الفرق ما بين السبرينج والنيب تايمز، مش هنجي لك توضح اكتر. ده سؤال نفهمه، اللي ما فهمش يفهم كده من الفيديو ده. اسال الله ولا القمر؟ فبدايه كده نعتبر زي ما قلنا للتبسيط الميه كانت واخده مستوى مياه، بس ده مش حقيقي، يعني مش ده اللي كان موجود وحصل تغيير. لا، هو التغيير اللي احنا عمالين نشرح عليه ده هو اللي موجود كده، اللي هم محطوطين عليه. يعني الحركه دي بتاعت الميه والارض والكلام ده مش بتحصل فعليا، ده للتبسيط للتوضيح هي موجوده ازاي. الوضع ده هو اللي موجودين عليه. الارض وهي بتلف حوالين نفسها اثناء ما القمر موجود في بوزيشن معين بالنسبه لها. احنا على الارض بنحس بايه؟ على مدار اليوم ان مستوى الميه بيطلع وبينزل، هي الميه واخده بوزيشن معين نتيجه الجاذبيه مع القمر، واحنا ماشيين كده واحنا شغالين عمالين نلف بنحس ان مستوى الميه هو اللي بيطلع وبينزل. طيب على مدار بقى ايه؟ الشهر. شوف بوزيشن كده القمر مع الشمس والارض. شوف كده ده النيو مون. بص كده على النيو مون. ها؟ النيو مون هنا في السبرينج ولا النيب؟ سبرينج. يا في السبرينج. كده يعد على ايه؟ بص كده انا عمال الف. شايف مستوى الميه عامل ازاي؟ البوزيشن بتاع الميه العالي الهاي تايد عمال يتحرك مع القمر. مع القمر. ها؟ عد مع الايام كده. نكمل اسبوع. هناخد بقى الوضع الجديد ده اللي هو الفيرست كوارتر ده. هنكمل اسبوع تقريبا. عندي برضه هاي تايد ولو تايد. بس الفرق ما بينهم ها؟ اقل من الفرق اللي كان موجود في حاله السبرينج، ده النيب بدل النيب الاولاني. ندخل بقى على السبرينج الثاني، نفس الكلام بيحصل برضه. اهو مستوى الميه بيتحرك برضه، موجود بقى ايه؟ عندي هاي تايد ولو تايد. والملحوظه برضه مش عارف هتتكتب برضه في الفيديو، الكلام ده مش لسكيل. نوت تو سكيل، ما هوش لسكيل، ما مش معمول لسكيل، ده للتقريب للتوضيح. ده السيرك كوارتر برضه نفس الكلام، عندي هاي تايد ولو تايد، طول الوقت عندي هاي تايد ولو تايد، طول الوقت عندي اثنين هاي تايد ولو تايد. وعلى مدار الشهر بيكون عندي اثنين سبرينج واثنين نيل. نرجع بقى ايه؟ خلصنا الشهر، ندخل بقى في الشهر الجديد. عشان كده تلاقي للتقريب الشهر العربي غالبا ماشي ايه؟ مره 29 مره 30. ليه؟ لان هو في المتوسط عباره عن 29 ونص يوم. الشهر القمري عباره عن 29 ونص يوم، فشهر بناخد 29 يبقى الشهر اللي بعده غالبا بيبقى 30. برضه هو بيقول لك ان اكيد نوت تو سكيل، الحاجات دي مش لو جيت تبص للسكيل، لو حطيت الحاجات دي للسكيل تلاقي الشمس بطن اول وعلى عن بطن، تلاقي القمر مش باين متظبطه يعني، وبرضه مستويات المايه ماشيه في الارض. بس الى حد ما بنوضح فكره تغير مستوى المايه على مدار اليوم وعلى مدار الشهر. الشهر. تمام كده؟ بيوضح لك هو ان حاسس اليوم مون اكبر قدر ممكن من الايه؟ الجاذبيه، ده السبرينج تايد القوي. ده اكبر فرق في الارتفاع، بص لما اتحرك هيبدا يحصل بقى ان ايه؟ الشمس تشد شويه كده، فهتخلي مستوى الميه هنا يزيد شويه وهنا يقل شويه، فالفرق ما بينهم يقل، ده النيب. لاحظ ان مستوى الميه هنا بيقل بيزيد هنا. لان هي كميه الميه ثابته. ده النيب طيب. زي ما قلنا عندنا ايه؟
والتاني سبرينج اتنين هاي تايب اتنين لو تايب طول الوقت كل يوم وعندنا اتنين سبرينج تايب واتنين ليد تايب على مدار الشهر. طيب تعال ندخل بقى على التطبيقات بتاعه التايب دي. انا دلوقتي نتيجه تغير ارتفاع مستوى الميه على مدار اليوم وعلى مدار الشهر محتاج اعمل تطبيق معايا عشان استفيد بالفرق ده. دايما كده اي تطبيق هنعمله هلاقي نفسي عايز اولد طاقه او اعمل انرجي كونفرجن ليه للديفرنس، لازم يكون عندي ديفرنس فرق في الارتفاع ده تغير في الارتفاع ده اقدر استفيد بيه في عمل تطبيق. دكتور ايه التطبيقات اللي اقدر استغلها؟ هو حضرتك هو الارتفاع ده بيبان بس عند الشط ولا بيبان بقى يعني هو اصلا بيبقى فيه ارتفاع على مستوى الشط المحيط كله؟ بص هو المحيط كله انت ما تقدرش تشوف لو انت واقف نص المحيط أكيد. مش هتقدر تحس ده لازم يكون بالنسبه للارض لان الارض صلبه ما تغيرش ارتفاعها فهو الميه هي اللي مستواها عمال يتغير طول الوقت اثناء دوران الارض حوالين الشمس فهو الميه اللي ناحيه ناحيه القمر بيكون مستوى الميه فيها اعلى الناحيه اللي هي زاويه 90 مع القمر بيكون مستوى الميه فيها قليل يعني كده طول الوقت لو تلاحظ الفيديو اللي فات الارض وهي بتلف كده او القمر بيلف حوالين الارض ده القمر عمال يلف والناحيه اللي فيها الميه عاليه عماله تلف معايا يعني كده فانت لو واقف في نص الميه مش هتحس ان في فرق مفيش فرق ولا هتحس بالتغيير يعني لو حد عايش على مركب على الميه مش هيحس باي تغيير مش هيحس ان الميه بتطلع ولا بتنزل مش هيحس باي حاجه اللي هيحس اللي هو واقف على الارض قريبه من الميه فالميه عماله تقرب له او تسيبه وتمشي ثاني كده حبينا نعمل تطبيق للتايدل على في نص المحيط او نص البحر مش هينفع لازم يكون قريب من شط من ايه بقى جميل جميل هتثبتيها فين بقى هتتحرك عم مش هتيجي لازم يكون في ارض ماشي في حاجه اثبت عليها الحاجه دي زميلتنا عايزه تعمل تطبيق اللي هو ايه؟ امتى اعمل التطبيق؟ الناس تصحى كده وتركز. مقدر والله مقدر ان احنا في حصه خمسه ومحاضره خمسه والدنيا ضلمه والدنيا بتتناوب وكل حاجه بس معلش خليها بس ركز كده ونكمل الموضوع قربنا خلاص التطبيقات وبعدين مساله. تطبيقات وبعدين مساله ونخلص. ركزوا معايا. زميلتنا بنسال وزميلنا برضه بيسال. ازاي استفيد بالتايدل انرجي؟ احنا بيحصل فرق في الارتفاع. والارتفاع ده عمال يزيد ويقل طول الوقت عايز اعمل تطبيق عشان استفيد بالتغيير ده لو جيت في نص البحر وانا في مركب يعني كده وعايز احط مروحه بحيث استفيد بالتغيير ده هل هحصل على اي تغيير او هقدر اولد اي طاقه هجيب انا عشان اولد حركه كهرباء لازم اخلي الميه دي وهي بتتحرك تحرك حاجه تخلي حاجه تلف الحاجه اللي بتلف دي خليها جنريتور ودي لي ايه كهرباء يعني كده طيب حركه التايد الميه مستواها يطلع او ينزل مش حركه الامواج حركه الامواج ينفع استفيد بيها في اي مكان ماشي انما حركه مستوى الميه تغير مستوى الميه تطلع او الميه تنزل وانا في نص الميه كده وانا واقف على الميه هل ينفع استفيد بيها ليه ما اقدرش لان انا هبقى جزء من الميه هبقى بطلع معاها وبنزل معاها لو ركبت مروحه او تربينه المروحه او التربينه دي هتعمل ايه هتطلع مع الميه وتنزل مع الميه عشان اعمل تطبيق بقى واستفيد من الحركه دي اعمل ايه اثبت حاجه على الارض اثبت حاجه على الارض تمام كده الحاجه اللي ثابته دي الميه هتطلع لها وتنزل وتسيبها تمام كده ففي حركه نسبيه الحركه النسبيه دي هي اللي اقدر استفيد بيها في توليد شحن اوضحه بمثال ممكن يكون اوضح شويه عشان اولد كهرباء من الرياح او من الهواء لازم يكون عندي ايه تربينه ثابته او ريش ثابته كده والهواء ايه يتحرك لو الهواء ده واقف ينفع استفيد بيه لازم يكون الهواء بيتحرك طب ايه رايك بقى ان الهواء بيتحرك وما اقدرش استفيد بيه يعني الهواء اللي حوالينا ده بيلف ولا لا بالنسبه للشمس لو انا واقف على القمر الهواء ده وزيت الهواء دي او الهواء نفسه بيلف ولا مع مين مع الارض فالارض والهواء اللي حواليها بيلفوا مع بعض صح الارض مش الارض بتلف حوالين نفسها
والهواء اللي حواليها ده بيلف معاها. طب الهواء اللي بيلف ده اللي بيتحرك ده بسرعه عاليه على فكره بسرعه قليله، ينفع استفيد بيه في بذل شغل او في توليد كهرباء؟ لا خلي بالك ركز معايا، مش الرياح، الهواء ده، الهواء اللي في المدرج ده، لا مغشش، الهواء اللي في المدرج ده بيلف ولا لا؟ بيلف. برافو عليك. بيلف مع الارض، هما الاثنين بيلفوا صح ولا حد معترض على الكلام ده؟ الهواء ده بيلف وبيتحرك، بس المشكله في ايه؟ النسبيه، السرعه النسبيه بينه وبين الارض صفر. نفس الحاجه علشان اقدر اولد شغل لازم يكون عندي ايه؟ ديفرنس. ديفرنس تمام كده؟ مش معنى ان الحاجه بتتحرك او فيها طاقه يبقى اقدر اولد شغل، تمام كده؟ لازم يكون عندي ديفرنس. في حاجه حاله اسمها ديد ستيت. ديد ستيت اللي هي ايه؟ ان السيستم اللي انا عايز ادرسه ده في نفس الكونديشن بتاع السراوندنج. اذا لو انا قلت لك عندي هوت جازز، هوت جازز ينفع استفيد بيها في الشغل او في توليد حراره؟ طبيعي ممكن، بس يعني اكيد لا. لو الكونديشن، لو السراوندنج اللي حواليها هوت برضه زيها، لا طبعا هينفع من حاجه؟ اذا ما اقدرش، مش بقول الشغل من الطاقه نفسها، بس بقول الشغل من ايه؟ ديفرنس. في اي حاجه لازم يكون عندي ديفرنس، تمام كده؟ فالفرق ده والتغير ده هو اللي اقدر استفيد بيه. لو انا طلعت ونزلت معاه، لو انا وقفت على السطح كده وطلعت ونزلت معاه مش هقدر استفيد بيه. اوكي خلي بالك برضو عشان حد هيحس يقول ايه ما ينفعش استفيد بالمحيط، لا المحيط ينفع استفيد بيه بالايه؟ حركه الامواج. دي قصه ثانيه هناخدها في الحلقه الجايه. فعشان احط حاجه على ارض ثابته والميه هي اللي تفضل تطلع وتنزل وتتحرك بالنسبه لها، ده استفيد بيه في تطبيق او بطريقتين. اول حاجه التايدل كارنت باور، ان انا يكون عندي مكان زي المكان اللي كان فيه المراكب ده، الحته اللي قعدت اقول لك هي المكان ده فين؟ المايه عماله تطلع وتنزل فيه، ده مكان متصل بالمحيط، مستوى سطح المايه في المحيط عمال يطلع وينزل. لو انا رحت في نص المحيط مش هقدر استفيد بالتغير ده. انما لو في مكان متصل بالمحيط مستوى سطح المايه فيه عمال يطلع وينزل، فالمايه عشان المكان ده، عشان المايه تطلع فيه لازم المايه ايه؟ تخش للمكان ده صح؟ ولما المايه خلي بالك المركب اللي كان عمال ينزل ده، الحته اللي فيها المايه اللي كان فيها المركب دي، المايه بيحصل لها ايه؟ بتسيب المكان وتخرج. فاذا انا عندي ايه؟ طيب. عندي كارنت، عندي فلو، سواء بدخول او الخروج. الدخول او الخروج ده الفلو بتاع الميه دخولا او خروجا. لو عندي مكان ما تمام كده، الميه بتروح بتملاه او بتفضى منه، فعندي فلو للميه. الفلو ده اقدر استفيد بيه في بذل شغل او في توليد طاقه، سواء بهوريزونتال اكسس تربت اللي بالشكل ده الميه تروح عليها كده او كده تخليها تلف، او فيرتيكال اكسس تربت اللي بالشكل ده اللي هي ريج برضه الميه تروح عليها كده او كده فتخليها ايه؟ تخليها ايه؟ تلف. فاللف ده او الدوران ده اقدر استفيد بيه في بذل شغل. او ان يكون عندي ريسبريكيتنج بليت اللي هي بالشكل ده اللي هي حاجه تبقى على سطح الميه، ولما الميه تطلع البتاع ده يطلع لفوق صح؟ ولما تنزل الميه تنزل ينزل معايا كده. لازم عشان يحصل الريسبريكيتنج ده لازم يكون عندي، لازم اعمل ايه في السيستم ده؟ في شرط اساسي اللي احنا كنا لسه قايلينه من شويه، لازم اثبته في الارض. طب لو حطيت البتاع ده على سطح الميه كده في نص المحيط، هو على بعضه كده هيطلع من الميه وهو على بعضه هينزل من الميه صح؟ مش هقدر اقول، لازم اكون مثبته في حاجه والقاعده بتاعته مثبته مثلا في الارض والعوامه بتاعته على سطح الميه عماله تطلع مع مستوى الميه وتنزل مع مستوى الميه. التغير ده او الحركه دي هي اللي اقدر اقول بيها برضه. هوريزونتال الحركه ازاي الريح بالظبط؟ هو هوريزونتال مش في الهواء، هوريزونتال وده عمود متثبت. هو الهوريزونتال اللي هو الاكسس، الاكسس بتاع الدوران هو ليه عمود بيثبت فيه زي التربيه بتاعت الرياح. الرياح برضه نفس الكلام، فكره الرياح نفس الكلام، في هوريزونتال وفي فيرتيكال. طيب اخر حاجه بقى عشان ايه؟ عشان حاجه تطبيقات. احنا قلنا عندنا نوعين، اول حاجه التايدل كارنت، النوع الثاني سباق. النوع الثاني عشان لو يكسب التايدل رينج باور. التايدل رينج باور، رينج باور اللي هو الخزانات. ها حد يربطها كده ازاي استفيد من التغير في مستوى المايه ده في ان انا اعمل منظومه او سيستم استفيد بيه في بذل شغل غير موضوع الكرنت ده؟ هو هيبقى كرنت برضه بس بشكل ستور، ان انا اخزن المايه بشكل ما واستفيد بيه. اعمل سد زي سد كده تمام كده؟ ده الاوشن. المايه وهي بتزيد هتملى الايه؟ الريسرفوار، هتملى الخزان. لو افترضنا في الاول ده، دي صوره لو افترضنا كده كفيديو كده ان مستوى المايه ثابت في الاثنين، واحد في الاثنين تمام كده؟
انا عامل السد ده واظبطه استفيد بيه في الحالتين، حتى الفيل وحتى التفريغ كده. مستوى الميه في الاوشن عمال يعلى، يعني قافل البوابه، قافل البوابه، فايه احافظ على مستوى الميه في الخزان قليل صح، ومستوى المحيط عمال ايه يعني يطلع. لما اقرب من الماكسيمم اعمل ايه؟ افتح، افتح البوابه. فرق الارتفاع ده يعمل لك ايه؟ فلو اول اللي بيه كهرباء، فالميه اللي هنا تملى الخزان ويوصل مستوى الميه في الخزان ايه؟ اعلى مستوى عالي تمام كده. طيب في الحاله دي هيبقى الاثنين وصلوا لمستوى واحد، بعد وقت بعد شويه وقت كده هيوصلوا لمستوى واحد صح. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ليه؟ لان لو سبته مفتوح الميه وهي نازله هنا هتنزل هنا، والحركه دي هتبقى حركه ضعيفه مش هتعمل لي باور الكافيه. اعمل ايه؟ اقفل البوابه، الميه تنزل في المحيط وتفضل تنزل، وانا اعمل ايه في الخزان؟ في الخزان مستوى الميه فيه عالي، بعد شويه مستوى الميه يوصل للقاع، لما مستوى الميه ينزل خالص افتح ليه البوابه، فرق الارتفاع ده يخلي الميه تتحرك تولد باور. وصلت الفكره؟ تمام كده؟ ده فكر تبسيط للفكره، ممكن تتعمل بكذا طريقه. منها الطريقه دي اللي هي لاجونز اند بارنجز، لاجونز اللي هي بحيره، اعمل بحيره اللي هي خزان، وبارنجز اللي هي امطار. دي بحيره صناعيه او بحيره طبيعيه، واجي اقوم عامل الايه؟ الامطار اللي ما بينهم دول، وده المحيط. الامطار دي بتركب عليها التربينات. بتطبق عليها نفس الفكره اللي قلت لك عليها دي. مستوى الميه لما يطلع كده والميه تيجي تخش جوه الخزانه او جوه البحيره دي اللي ما لهاش مسار ان هي تتملأ او تتفرغ غير من المكان ده. تمام كده؟ تمام. فاقدر اعمل ايه؟ هات معلقه صبوره. لا بس في مساله، مساله وابعت لكم محاضره وتشوفوها، ولو ما كنتوش ممكن تجيب لها بالظبط. حد معاه شاحن ده؟ لا ما هو في بس مش هتطلع. ماشي. ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا. قبل ما الدنيا واضحه. ده السؤال النظري الثاني. مش احنا قلنا في الموضوع ده في سؤالين نظري ومساله؟ السؤال النظري الاولاني بتاع ايه؟ الهاي تايد واللو تايد والايه؟ والسبرينج والنيل. ده هو سؤال. ماشي؟ السؤال الثاني بتاع ايه؟ الابلكيشنز. التطبيقات بتاعت الايه؟ التايد. في نوعين اللي هو الكرنت وايه؟ اللي هو التايم بتاع ان انا اعمل ستورج. تمام؟ الكرنت ثلاث انواع اللي هو الهوريزونتال والفيرتيكال والريسبريكيت. تمام كده؟ الموضوع التانك ده فكرته ايه؟ ان انا اعمل حد فاصل كده بوابه او جيت. تمام كده؟ واملى الخزان ده وهو بيملى، فرق الارتفاع اخد طاقه وهو بيفضي برده نتيجه الانخفاض اخد طاقه، فطول اليوم الميه عماله تطلع وتنزل وعماله اخد طاقه وهي بتملى واخد طاقه وهي بتفرغ. وصلت الفكره؟ دي بقى عليها مساله برده. يعني الفكره دي عليها مساله. تعالى نشوف تبسيط الموضوع ده. ان احنا عندنا هنعتبر ان عندنا خزان بحيز معين عارفين المساحه بتاعته ونقدر نقيس الارتفاع بتاع الميه، فاقدر اقيس كميه الميه اللي موجوده في الخزان. الخزان ده طبعا يفصله عن المحيط بوابه، والبوابه دي بتحكم فيها افتح واقفل بحيث احصل على الباور نتيجه فرق الارتفاع. هنقول ان احنا عندنا في حاله ان مليت الخزان على الاخر او اقصى ارتفاع اقدر اوصله، ومستوى الميه في المحيط وصل لادنى نقطه اللي هو النقطه ايه؟ ده مستوى الميه في المحيط وده مستوى الميه في الخزان. فرق الارتفاع هنسميه الار اللي هو الرينج، فرق ما بين اعلى ارتفاع واقل ارتفاع. تمام كده؟ الارتفاع بتاع سطح الميه عند اي لحظه هو الاتش. تعال نشوف كده كميه الميه اللي في الخزان دي تغيرها مع الوقت. الارتفاع بتاع شريحه من الميه هنسميه دي اتش. الانرجي اللي باخدها من شويه الميه دول لما يعدوا على التربين، او الانرجي اللي ستورد في شويه الميه دول، نقدر نقول ان هم عباره عن ايه؟ نعم؟ ام جي ايه؟ دي اتش. دول الدي انرجي او الدي ورك اللي موجودين في شويه الميه دول. طيب الاتش متغيره، ما اقدرش اقول ان هو ام جي اتش وخلاص، هي متغيره بتتغير طول الوقت.
فعشان اجيب الشغل الكلي اللي اقدر احصل منه على المنظومه دي من البدايه للنهايه من الار للصفر لازم اعمل تكامل. التكامل ده هيطلع بره طبعا ام جي بقى خلي بالك الام عباره عن ايه؟ ركز معايا بقى طلع الجواب هي ام جي اتش والام عباره عن ايه؟ ها؟ رو في الاريا في الدي اتش يبقى الام رو في الاريا الاريا اللي هي بتاعت الخزان ساكتر في الدي اتش اقدر اقول عليها برضه الدي ام ماشي؟ هنكمل الكلام ده الرو في الجي في الاريا ثوابت ركزوا معايا شباب تاني شريحه الميه دي شريحه الميه دي الطاقه اللي فيها البوتنشال انرجي اللي فيها عباره عن ايه؟ ام في جي الثابته صح؟ ام في جي في الارتفاع بتاع اللي هو الاتش صح كده؟ يبقى ام اللي هي الدي ام في جي في اتش الدي ام الكتله بتاعت الشريحه دي عباره عن ايه؟ رو في الحجم في الفوليوم الفوليوم بتاع الشريحه عباره عن ايه؟ اريا في الارتفاع اللي هو الدي اتش يبقى الدي ام عباره عن رو في الاريا في الدي اتش تمام كده؟ طيب نخلي بالنا ان التغير في الام اللي هي بتتنقص يعني الام بيحصل لها ايه مع الوقت؟ سالب عشان الموضوع يطلع ممكن نحط هنا اشاره سالب احنا عندنا هنا اشاره سالب تكامل عندنا رو اي في اتش وجي اتش يبقى تكامل اتش دي اتش من كام لكام؟ التكامل من ايه؟ من صفر لاتش مش من صفر وانا باخد انرجي وهو فوق فالاتش بدايتها كانت ار افضل اخد طاقه لحد ما ايه؟ توصل لصفر مش ارتفاع ما يوصل لصفر فرق في ارتفاع الميه يوصل لصفر وهي بتتزاد يبقى من ار لصفر تمام كده؟ طيب نكمل الكلام ده او جي في الاريا تكامل الاتش نص في اتش تربيع اتش تربيع اعوض بالصفر ناقص التعويض بالار تربيع يبقى سالب ار تربيع وفي سالب بره بيروحوا مع بعض يبقى لي ايه؟ صعبه؟ دي الانرجي اللي اقدر اخدها من الايه؟ الميه في الخزان. طيب المساله موجوده عندك في المحاضره ان انا اقول لك احسب لي الباور اللي اقدر استفيد بيها ما بين ارتفاعين مش بين الارتفاع كله ما بين ارتفاعين يعني مش هيبقى التكامل من ار لصفر هيبقى من ايه؟ من اتش 1 لاتش او من اتش 1 لاتش 2 وطبعا اتش 2 ايه؟ اقل من اتش 1 اللي هي من 10 ل 3 في المساله. تمام كده؟ هنحسب الانرجي بالطريقه دي. ده الانرجي اللي اضرب اقسمه على التايم اللي هو الفتره اللي هيشتغل فيها الموضوع ده. يديني ايه؟ الباور صح كده؟ وفي عندي كفاءه للتحويل لان ده اللي موجود في الميه. هل التربيه هتاخد كل ده؟ في كفاءه للتربيه صح؟ هضرب في الكفاءه. بس كده هي دي المساله فيها اي صعوبه هتيجي مساله زي دي في الاخر سواء في المتر او في الفاينل اي سؤال او اي استفسار يلا بالتوفيق ان شاء الله